يا نهار اسود. ايه يا خرابي. ايه في، انا غلطانه ان انا دوت لك في الطبق؟ هات الطبق. امير ابني دبسني مره واحده، عزم اصحابه واولاد عمته وقلب لي الدنيا بقى هنا ناس واصحابه ومش عارفه ايه، وانا ما عنديش غير بيضه وكوبايه لبن، اعمل ايه اعمل ايه؟ يلا جات لي الفكره اعمل لهم حاجه حلوه ببيضايه واحده يا نشوى، بيضايه واحده على حبه حاجات من اللي في البيت عندي. بيضايه حطيت عليها ربع كوبايه سكر، حطيت عليها ما فيش معلقتين لبن، ليمونايه قشر ليمونه، لان النهارده الحلو كله عايزينه كله انتعاش كده بالليمون بقى ويبقى ساقع. قشر الليمونه حطينا عليها 3/4 كوبايه دقيق، وعليها نص معلقه بيكنج باودر، وحطينا ربع كوبايه اللبن في الاول. قلنا كده حلو، بيضايه ربع كوبايه سكر ربع كوبايه لبن قشر الليمونه، وطبعا مع البيضايه حطينا فانيليا ومعلقه نص معلقه خل. عايزين نحطهم بقى في صينيه مفروده، مش عايزينها ترتفع، المهم ان هي تبقى في صينيه مفروده. وكده ليمونتين وعصرناهم، مش عارفه انا مصممين ان هم برتقال، ليمونتين وعصرناهم، جبنا كوبايه عصير ليمون حطينا عليها كوبايتين ميه، بس اقول لك خفيف الليمون شويه عشان ما يبقاش ميزز قوي، وحطينا عليها ربع كوبايه سكر ونص معلقه كركم. ليه الكركم يا نشوى؟ عشان يدي اللون الاصفر، ونحطه على النار. كانت الكيكه طلعت بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. انا عشان ما عنديش صينيه بتتفتح، فحطيت ورقه زبده تحت كده، قمت رصك الكيكه فوقها عشان اما اجي اطلعها اشد ورقه الزبده زي ما انا هوريكم يبقى سهل عليا، لكن عندك صينيه من اللي بتتفتح حطي. حطينا كده ربع كوبايه لبن على الكيكه لما طلعت، وجبنا باكويان بسكوت بقى من بتاع المدارس بتاع العيال، اي باكويان بسكوت عندي، نزليهم في اللبن ورصي ايه فوق الكيكه. والليمون اللي احنا حطينا عليها كوبايه عصير ليمون، عليها كوبايتين ميه، عليها معلقه نشا، عليها مع ربع كوبايه سكر، عطناهم على النار لما طلعوا بالشكل ده، رصناهم فوق البسكوت. نفس القصه، ربع كوبايه لبن عليها معلقتين نشا معلقتين دقيق، ونقلبهم، ولما يستووا معانا ننزل عليهم بمعلقتين قشطه اللي انتوا شفتيهم، ونزلهم الطبقه الثالثه. حلو الكلام، حلو الكلام. بصوا عايزه اقول لك يا لهوي على جماله وحلاوته. هنرص الطبقه الاخيره ونسيبها بتهدى مفيش ربع ساعه. بصوا بقى انا طلعتها ازاي، ما انا ما عنديش صينيه من اللي بتتفتح، فده الحل الامثل. طلعت ولا اكن محتاجين صينيه بتتفتح ولا اي حاجه. هننزل على الوش كده بايه، بالبسكوت، عشان نعرف اللي هياكلها ان هي جواها بسكوت. فاهمين انتوا الحركات دي؟ او عامه الشكل يرجع لك، حابه تحطي ده حطي، حابه تحطي ده براحتك. خلاص كده رصينا كده، تلاقيها انا تحفه وطعمها جامد جدا، جربوها تحفه. ان انا قلت لكم تحفه، عجبت الولاد جدا جدا جدا. قعدنا كده قطعناها، بصوا بتتقطع زي قطعه الجاتوه، ماسكه نفسها كفايه الالوانات. بصوا عايزه اوريكم هي عامله الوانات، طبقات طبقات، كل طبقه الكيكه والبسكوت، وطبقه الليمون العصير، وطبقه القشطه الكريمه هي اللي احنا حطيناها، وطبقه البسكوت. بجد الطبقات فظيعه. اعملي سيرفيس طويل كده اكنهم قطع جاتوه قطع جاتوه، كل واحد ياخد قطعه مشبعه. بص عايزه اقول لك الطبقات عامله ازاي، وماسكه في نفسها وفظيعه، والالوانات تحفه. انا بقى ازوقيها بقى زي ما انت عايزه. انا بعد ما عملتهم كده حطيت عليهم كريم شانتيه كده، ويعني شريحه من الليمون، يعني دليل ان هي ايه بطعم الليمون كده والانتعاش. بس تحفه تحفه تحفه. بصوا الجمال بتاعها عامل ازاي، يعني يا لهوي بجد فظيعه. يا نهار اسود. ايه قول يا لهوي. ايوه قول اي حاجه حلوه ولا وحشه. بجد والله. طب اقطم قطمه كمان، اقطم قطمه كمان. قول قول ايه؟ لا معلش قول يا لهوي يا خرابي. ايه في، انا غلطانه ان انا دوت لك في الطبق؟ هات الطبق والله، والله حلو.